أداء هو المدخل ديال الملعب اللي جا في المقابلة ما بين المنتخب الوطني المغربي وناظر الإيفواري. وعلى هذا البوس اللي جاو فيه المنتخب الإيفواري. هذا هو الملعب استاد فيليكس وفوي بواني اللي غادي تجرى فيه ان شاء الله المقابله ديال نهار السبت ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الايفواري. ونتمناو بطبيعه الحال يكون الفوز المنتخب الوطني المغربي والتاهل لكاس العالم 2018. شوف حنايا على الارضيه ديال الملعب ديال لو ستاد بواني. فوالا ها الملعب كي داير. فوالا ها الغازون غازو كيبان ليا مزيان. هاتي الملعب